محمد حمص، طبعا مرحب بيك معانا جريدة أهل مصر. وفي البداية عاوز أعرف منك توقعاتك لمباراة الإسماعيلي والأهلي اللي جاية، شايف الماتش إزاي؟ أنا شايف الماتش صعب على الفريقين. النادي الإسماعيلي بيمر بظروف صعبة، والنادي الأهلي برضو بطولة أفريقية تعادل، وكان قبل التعادل كان في خسارة، فالفريقين بيمروا بظروف صعبة، لكن وضع الإسماعيلي أعتقد أصعب يعني. لكن هي المباراة بصرف النظر عن مستوى الفريقين أو الظروف اللي بيمروا بيها، بتبقى مباراة كبيرة، مباراة ممتعة، مباراة صعب تتوقع بالنتيجة بتاعتها. حاسس إن المباراة ممكن تميل إلى التعادل يعني. تعادل سلبي ولا هيكون في أهداف؟ لا، هيكون في أهداف. في أهداف. لو الإسماعيلي جاب ممكن مين تتوقع؟ أتوقع ممكن الشامي، يعني الشامي بيلعب كويسة جدا، بس بيقابله سوء توفيق الفترة اللي فاتت دي. لكن هو لعيب بيبذل مجهود ومجتهد وبيحاول، وإن شاء الله ربنا يوفقه إن شاء الله الفترة الجاية، يعوضه إن شاء الله. ظروف الإسماعيلي، شايف إيه اللي وصل الإسماعيلي للظروف اللي إحنا فيها كده؟ والله هو ظروف الإسماعيلي من السنة اللي فاتت، يعني الإسماعيلي كان بيمر بأزمة السنة اللي فاتت من بداية الدور الثاني، كان في المراكز المتأخرة لغاية الأسابيع الأخيرة في الدوري الموسم السابق. وكانت المشاكل واضحة وعارفين المشكلة فين. المشكلة كان احنا عندنا لعيبة كويسة، يعني اللعيبة مش سيئين جدا ان هم موجودين في المكان اللي هم موجودين فيها دي، لا، امكانيات اللعيبة وكده. اعتقد ان السبب الرئيسي هو الاستقرار الفني. ايه الاسماعيلي المراكز اللي محتاجها الاسماعيلي؟ والله المراكز اللي محتاجها الاسماعيلي دي ترجع للجهاز الفني، يعني هو ادرى هو محتاج ايه، لان ده يرجع ان انا ممكن اقول انا عاوز اللعيب الفلاني لكن ما نسيبش الطريقه اللي انا بلعب بيها، فدي ترجع للجهاز الفني احتياجاته ايه. بص حضرتك دلوقتي الفروقات بين اللاعبين فروقات بسيطه جدا في كل الانديه، يعني اعتقد ان الموضوع ما بقاش اسماعيلي بس، يعني لا، في كل الانديه بيظهر فيه لعيبه كويسه، لكن الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه وازمه صعبه جدا. اتمنى ان تفكير اللعيبه، هم بيلعبوا في نادي كبير واسم كبير وكيان كبير، تفكيرهم يبقى شغلهم الشاغل ان هم يعدوا المرحله دي ويعدوا الازمه دي، لان دي مش مكانه النادي الاسماعيلي ولا مكانه اللعيبه الموجوده في الاسماعيلي. عاوزين نطمن الجماهير على الاسماعيلي الموسم ده، موقفه يخوف ولا ان شاء الله ما فيش حاجه؟ هو ما فيش شك، يعني انت في ازمه وازمه كبيره، والازمه دي محتاجه، يعني محتاجه ان كل واحد في موجود داخل النادي الاسماعيلي اتقان في عمله، محتاجه تركيز، محتاجه اصرار. الموضوع مش صعب، مش مستحيل، الموضوع محتاج بس جهد، محتاج انكار ذات، محتاج ان احنا كلنا نبقى على قلب راجل واحد. عندك استعداد تنزل الاسماعيلي وتساند اللعيبه زي ما عملته قبل كده ونزلت؟ طبعا انا موجود وبساند النادي في كل وقت، وده ناديه وليه حق عليا. انا كنت متواجد في مباراه انبي، وان شاء الله هتواجد المباراه اللي جايه، وفي التمرين ان شاء الله مع اللاعبين وكده ان شاء الله. يعني زي ما قلت لحضرتك، الاداره عليها دور، الجهاز الفني عليه دور، اللاعبين عليه دور، الجهاز الطبي والاداري، لازم كله يبقى فيه، يعني في طاقات ايجابيه. لا، نادي الاسماعيلي هيعدي المرحله دي ان شاء الله، هي اللعيبه محتاجين فوز ان شاء الله يعيد يوم الثقه، وان شاء الله نتخطى المرحله دي باذن الله.